السلام عليكم. كان طلب مني كتير في التعليقات بتاعت الفيديوهات وعلى حسابي على فيسبوك طريقة عمل سيت اب لبرنامج بلاكسز، فأنا حبيت أساعد بالفيديو ده إزاي أعمل سيت اب لبلاكسز 2D فيرجن 2020 علشان دي طريقة سيت اب تختلف في بعض الأجزاء منه. أنا بفتح الملف وده الفولدر بتاع التنشيط الاكتيفيشن بتاعه. ببدأ اضغط على الايقونة دي دبل كليك، يفتح لي هنا الويندو ده انجلش اي اكسبت ونكست. طبعا في المسار اللي انا عايز احط فيه وبعمل انستول. زي ما احنا شايفين هيبدأ يحمل البروسيسنج بتاعت الانستليشن للبلاكس 2D كونكت زي ما احنا شايفين. هسيبه لغاية ما ينتهي من البروسيس دي. بدأت رسالة تظهر لي ان هو عايز انترنت اكسبلورر 9، لازم يكون نازل عندي على الجهاز انترنت اكسبلورر 9 او الفيرجن اعلى منه كمان، عشان كده برضو لازم يكون اما منزلينه عندنا او لما تطلبه هو بيكمل السيت اب عادي، ولكن لازم عشان نعمل الاكتيفيشن ويبدا يشتغل بشكل طبيعي لازم يكون عندي الانترنت اكسبلورر 9 اهو. ارجع تاني بعد كده خلاص فينش. بعد ما بينزل عندي البلاكسز على سطح المكتب زي ما شفنا، بضطر ان انا اروح على الكنترول بانل قبل ما ابدا اعمل اكتيفيشن بالاثنين ايكونز دي. بروح على الكنترول بانل وبعمل ان انستول الكونكشن كلاينت دي اللي هو نزلت معايا مع البرنامج نفسه دي، عشان دي بيعمل لها استبدال على الفولدر بتاع الاكتيفيشن. نضغط على الأيقونة دي تظهر لي الويندو دي. أبدأ أغير اللغة هنا أهو، هجيبها لي تشاينيز أخليها إنجلش. اخترت الإنجلش وبعمل أكسبت. هنا كرييت الأبلكيشن كشورت كات على الديسك توب، أنا بعمل أكسبت. بعد كده إيه، بضغط انستول يبدأ يحمل الكونكشن كلاينت. زي ما احنا شايفين خلص الكونكشن كلاينت فينش اهو، بيقول لي انستولد فينش، تظهر الويندو دي. بعد كده بضغط على الأيقونة التانية بيقول لي تشغيل كمسؤول، لازم تشغيل كمسؤول او ايه as administrator. تظهر لي الويندو دي، بضغط على باتش باتشنج دان اكزيت. بعد كده بروح على اهو، بلاقي الايقونات نزلت على سطح المكتب، 4 ايقونات اهم. دي هي الايقونه بتاعت البرنامج نفسه. بضغط على دبل كليك اي اجري، تظهر لي الويندو دي فيها التفاصيل اللي احنا شايفينها. بضغط على الايقونه دي او الزرار ده، هنا بعمل تشيك لكل ايه البوكسز، بقول اكسبت زي ما احنا شايفين كده. ستارت يظهر عندي ايه البرنامج وابدا اشتغل في البروجكت بتاعي. زي ما احنا شايفين كده تقريبا نفس الخطوات اللي بتتبعها في بلاكسس 3D اللي كنا شرحناها في الكورس الأولاني بتاعنا، مع اختلافات طبعا في بعض أوردر.